السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني على قناة ركن الرواشد. شلونكم بهذا الجو الشتائي الممطر؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم موضوعنا عن الدفن باخية. طبعا قلت لكم أني كل التعليقات والأسئلة اللي توصلني، أكثر التعليقات والأسئلة اللي توصلني نسوي عليها فيديوهات. كثرة الأسئلة عن نبتة الدفن باخية. طبعا هاي النبتة بها هواية أنواع، عندكم هاي الدفن باخية الليموني، وأيضا عندكم هاي الدفن باخية المتعارف عليها الموجودة عندنا المشطبة، وعندنا هاي النوع أيضا الدفن باخية هيجي معتدلة صغيرة. طبعا بيها هي بعد أنواع، لكن هاي الأنواع اللي عندنا حاليا. طبعا الدفن باخية من النباتات المحبة للضوء وتتحمل الظل، يعني اذا الضوء مو كلش قوي عادي، يعني هيك شيء بسيط ضوء يوصلها، وضوء الفلوريسن او الليد الشمسي كلش كافي. لكن الليموني لا، تحتاج اضاءة جدا قوية. هو اي نبات عادة تعرفون بيه صبغة يحتاج الى اضاءة جدا قوية. طبعا من النباتات اللي الغير محبة لكثرة الري الدفن باخية، ما تحب كثرة الري لهذا، حتى بالصيف السقي مالته يكون بالاسبوع مره، اما بالشتاء فيكون كل اسبوعين مره. طبعا هواي الحكي عنها على انه هي سامه ممكن تسمم. طبعا بالنسبه للبالغين اذا قطع الورقه وخلاها بحلقه وما اعرف شنو تسوي التهابات طفيفه، وبالنسبه للاطفال طبعا ايضا تسوي التهاب بالحلق، كثره سيلان اللعاب الى اخره، وتتعالج بالمسكنات. يعني مو مثل هاي الضجه اللي مسويها عليها انه هي سامه وتقتل بالمكان، لا ماكو شيء. على العموم احنا اكيد اصحاب النباتات او اللي عندهم نبات حيحاولون يبعدون الاطفال عن النبات حفاظا عليهم وعلى نباتاتهم. بالنسبه للتسميد، التسميد مالتها بالصيف عادي كل اسبوعين مره، بالشتاء حالة حال النباتات بالشهر مرة، حتى لا تفقد التربة خواصها. مثل ما علموكم المهندس الزراعي الأخضر غام جزاء الله كل خير بمشط الأكاسيا، من جاب الام بي كي والهيوميك أسيد وخبطهن اثنينهن وخلى هيك يسوي حفرة بالتربة ويضيفها إلها، وإن شاء الله في اليوم أرجع أعيد لكم الكرة قدامكم حتى تشوفون على مود شنو، على مود التربة لا تفقد خصائصها، وبالتالي ما نحتاج نغير التربة. فإحنا نستخدم لها هاي الطريقة حتى ترجع تحتفظ التربة بالخصائص والعناصر الغذائية لها. طبعا الدفن باخية قلنا السقي مالتها ما يكون كثير، والتسميد مالته بالشتاء بالشهر مرة، وبالصيف مرتين، مرة بالأسبوع كل أسبوعين. بالنسبة للسندانة مالتها فلازم تكون سندانتها كبيرة شوية زين، لأن هي من النباتات اللي ما شاء الله شوفوه، يعني هاي نوع عندي ناعم شوية من النوع الناعم، هي الدفن باخية بكل أنواعها راقية جدا زين. تتكاثر بالساق، بالساق الطرفي، ممكن نقص الساق وبإذن الله بموسم التكاثر مالتها زين، بآذار يعني بشهر 3 قدامكم أسوي لكم شلون نكاثر نبات الدفن باخية، لكن حاليا لا ما نقدر نكاثره بالشتاء. بالإضافة لهذا نبتة الدفن باخية التكاثر مالتها يكون يا إما بالعقل، تشوفون خلفات صغيرة هيجي تطلع على صفحة وناخذها ونبدل الأصيص مالتها، أو قلنا بالساق نقسم الساق، وهذا مو وقته هسه، بشهر آذار شهر 3. أيضا نبتة الدفن باخية هواي تجيني أسئلة عنها، ليش الورقة مالتها وقعت اصفرت ووقعت ورقة تموت وورقة تحتي وهاي السوالف كلها. طبعا قلت لكم من تقوم الورقة يعني تحترق تصفر وتوقع معناته شنو، هسه هاي ما شاء الله هاي هسه فاتحة رغم احنا شتاء، معناته كثرة السقي زين، لان هي من النوع اللي ما تحب السقي، بسبب كثرة السقي ايش راح يصير؟ راح تصفر الورقة وتوقع
وتحترق راح نشوف اكو خياس بالتربة، مي هواي، يجوز حتى متعفنة الجذور، فانتبهوا على هاي الفقرة. فننتبه على هاي الفقرة. طبعا اذا شفنا انه الجذور متعفنة مال دفن باخية ومصفرة كلش ومدى لحق عليها، فالافضل نبدل السندانة كلها، نطلع النبتة على كيفنا من التربة زين، راح نشوفها متعفنة التربة مالتها، رأسا نبدلها، نبدل الأصيص مالتها. ودائما أقول لكم ما نزرع بالبتموس وحده، يا حبذا نخبط زين، أكيد نخبط الزميج وبتموس، وخلوا له شوية برلايت وأيضا شوية فيرموكومبوست، وصير التربة متعادلة جيدة سهلة التصريف. وانتبهوا على أنه الأصيص أو السندانة مالتها تكون مثقوبة من تحت. طبعا نباتات سهلة الاقتناء ورائعة جدا، انا شخصيا كلش احبها وافضلها. شوفون لها منظر حلو راقي، لهذا نشوف دائما يحبون يجيبوها بالمكاتب وبالهذي، انه هي ما بيها شي، سهلة الاقتناء، مجرد انه احنا نتبع الاشياء هذه، مو اضاءة جدا قوية يعني، مو الا بالشباك. اخي شوف هسه انا ما خليته بالشباك، ما عدا ذيك الليموني لان ذيك تحب ضوء قوي، لكن هاي شوفوا انا خليته وحده قدام الضوء وحده منها، مجرد خاله يمها الليد الشمسي او الفلورسن تحت الفلورسن. هاي كل ما يخص نبات الدفن باخيه. واذا عندكم بعد اسئله عليها انا جاهزه، فقط اريد تفاعلكم على قناة ركن الرواشد، وأيضا عندنا قناة على انستغرام أيضا ركن الرواشد، حتى أستقبل كل أسئلتكم وتعليقاتكم، وإن شاء الله ما أقصر وياكم. إن شاء الله تكونون تستفادون من الفيديوهات مالتنا اللي ننزلها على قناة ركن الرواشد. دوسوا لايك إذا عجبكم الفيديو واشتركوا، وإن شاء الله إن شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد وأكثر وأكثر. إن شاء الله نكون أتحسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.